الحق العربي أب المرحوم اللي اغتيل في حير حماق 15/11/2019 مع دم ما كان مشي يدير واحد العمل خيري ووقع ما وقع، والتزمت الصمت لمدة عام وخمس شهور، ما بغيش نهضر ولا نتكلم ولا خلق لا شي فوضى أو شوشارة على القضاء، ولكن فوجئت بالحكم الصادر مؤخرا بأنه سنتين إلى ثلاث سنوات سجنا. أنا لا أنتقد القضاء، ولكن تتبان لي بأنه حكم غير رادع، يعني غيشجع على فعل ارتكاب جرائم أخرى. لهذا تلتزم بهذه الرسالة للشباب باش يعدلوا على هذه الأفعال الإجرامية وما يحاولوش يفكروا فيها. وتنعرفوا حنا بأن إلا كان شي مشجع تيحب شي فريق اللي تيحبو يشجعوا في الملعب ماشي في الزنقة ويقطع الطريق على واحد آخر، لأن ما عرفش شكون اللي دافع هاد الشباب لارتكاب هاد الأفعال هادي، ما عرفنا شكون اللي دافعهم. لهذا تنعاود نطلب منهم الله يرحم ليهم والديهم يعدلوا على هاد الشيء ويحبسوا على هاد الأفعال الإجرامية باش يهنيوا رئيسهم وريحوا والديهم وريحوا بهاد الجملة حتى المخزن معاهم ما يبقاش معذب معاهم. لهذا خرجت اليوم باش نوجه اليوم هاد الرسالة هادي، ربما تلقى آذان صاغية وتعدل على الأفعال الإجرامية وما تعطيش باش تحاول تعطي سمعة طيبة للبلاد. لأن تنعرف سلا كانت سلا أحسن مدينة، أحسن مدينة كانت هي مدينة سلا، والآن أصبحت يعني باش نقول نعطيها شي عبارة ما يمكن لياش، ولكن بحال الأفعال هادي هما اللي كيشوهوا بالمدينة. لهذا تنطلب من الشباب يعدلوا ويرجعوا للور ويوقفوا عمالة يديروا علامة تقيف وما يعذبوا لا ريوسهم لا والديهم لا المخزن معاهم، وياخذوا الطريق الصحيح. ربما غادي يتصنتوا ليها وغيديروا بهذا الكلام هذا، وهادشي كنطلب من الله انايا يعني يعدلوا على هاد الافعال ديالهم. وانا راه ما كنشككش في القضاء، قضاء الحمد لله نزيه وما كنشكك فيه، وبالنسبه ليا هناك طرق اللي كتخول ليا يعني قانونيا نتبعها، هناك استئناف هناك نقطه ابرام حتى يبان الحق. وهادشي اللي غادي نقول، الحكم اللي صدر هو غير رادع، بالعكس غيشجع على ارتكاب افعال اخرى، فهمتيني؟ ولو كان رادع يعني اللي غيقرا او غيسمع وغيرجع للور يقول لك سنتين ماشي شي حاجه، نخرج نقتل فلان ونمشي ندوز عليه عامين. لا بالعكس، خصي يتردع بنادم باش ما يعاودش يفعل هذه يدير يرتكب بحال هذه الافعال الاجراميه بحال هذه، ويهني راسو ويهني معاه حتى والديه. وكيف قلت لك انا بالنسبه لي الحكم غير رادع، يعني غيشجع على ارتكاب جرائم اخرى. الولد ديالي، المهم الولد ديالي كان الحمد لله كلشي كيشهد فيه، لا كبير ولا صغير، لا مراه ولا راجل، يعني مربي وديها في سوق راسو يعني وديها في قرايته، والحمد لله كان كان يعني توفي في 15/11/2019 وكان في 2020 يدير الماستر، وكان تيحلم يمشي بعيد خدا لا ليسونس ديالو، الاجازه ديالو خدا في القانون، وكان تيحلم يمشي بعيد. والحمد لله صدى طيب لا في داخل البلاد ولا خارج البلاد، ولحد الساعات اتلقى العزوف ولدي تيقول لك الله يرحمه الله يرحمه ويوسع عليه. وانا حمد الله وشكرته، تنامن بالقضاء والقدر، والحمد لله لما اعطى وما اخذ. وانما كيف قلت سبق قلت الطريقه اللي مات بها ولدي هي اللي اثرت فيا، يعني تيقول العصا حتى مات الضرب المفضي الى الموت، يعني ما يستاهلهاش ما يستاهل، ولكن ربي قدرها عليه، حمدنا الله وشكرناه. وانا لي يقين والثقه في القضاء باش غادي ينصفني وينصف المرحوم، وانا لله وانا اليه راجعون. ولدي هو في قبره ولله الحمد، ولكن بالنسبه لنا حنا راه حي معنا، تنوعدوا بها نمشي ابعد ما في طاقتي باش ناخذ ليه الحق ديالو، ولو ان الحق عند الله سبحانه وتعالى. وهذا الشيء اللي نقدر نقول، وانا مواطن بسيط ما يمكن لي نتحدى الحدود ديالي، واحد الحاجه اللي ما ميات ديالي ما كندخلش ليها، والخروج للاعلام هو باش نوجه رساله للشباب للعدول على مثل الافعال الاجراميه وارتكابها لا غير. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.